جي عبد الغني خوت السلام عليكم. بالنسبه لديك فاجعه اللي طرات البارح ديال داك الشخص اللي ضرب الاخ ديالو وقتل الام ديالو قشره بوحشيه، داك الشخص خويا انايا خدام هنايا مع ديك الوقيته اللي وقعت الفاتحه الفاجعه شو انا جاي هاد جوج ماسك ولابس ليكات شو انا جاي غتشوفو تقول هذا مجرم خطير سفاح تقول هادشي واحد المنظر انا شو تخلع ديك الساعه طلع للدار مع هو ساكن هنايا الفوق طلع والاخ ديالو الام ديالو اللي تضربوا ساكنين لتحت اللحظه اللي خرج السيد اللي تضرب حتى كيتفاجئ بالهجوم ديال الاخ ديالو من بدا كيضرب فيه بجوج مات ضربوا لظهره وحلو الاخر كيقول ليه ضربتيني هرب الام ديالو كتخرجات كتحامي على ولدها جراتو ديك الجره اللي جراتو دار ويخشي لها موت في عنقها وبدا كيتثقف فيها في ظهرها. مهم واحد الضرب لا اله الا الله. انا ديك اللحظه اللي شو نقصت عليه شديت لي يدي بجوج جمعتهم ليه جريته بديت كنتنشر انا وياه طيحته وينوض هو يتبعني انايا هربت مع الزنقه هادي انا درت عليه من هو دار الله صافي مشى بحال اش كيقول لي غادي للحبس ملي كان كيضرب فيها كيقول لها غتموتي غتموتي هادشي اللي كاين. ومنين رجعنا السيده مسكينه واقفه وكدوي مع الناس لومبيلونس تعطلات بزاف كون ما تعطلاتش لومبيلونس يقدروا يعشقوها هادشي تعطلات بزاف ديال بزاف ما يمكنش كون جات بعدا بكري والله حتى يقدروا يعشقوها ولكن اخويا قدر الله وما شاء فعل لا اله الا الله. الله يرحمك يا جارتي الله يرحمك ويوسع عليك مزيان والله عمرها دار. كيفاش كانت العلاقه معك؟ الله عمرها دار الله عمرها دار ما كتبانش في الدرب كاع بزاف كاع مسكين نجي ندق عليها على الما تقول يا جلاله خذي الما تجارتي تاكلي عدايا ما عمرها ردتني ما عمرها خسرت ليا ما عمرها مسكينه. هو الدري ما كنتش توقعوا انه غيدير هذا الشيء؟ ما عرفت وليدي ما نكذبش عليك ما عيشتش انا معاهم باش انا ندير نكذب عليه ندير ولادي التقليد. قالت لي الله اعلم قال ما عندهاش البنات عندها ثلاثه قداش سير تريح سير ولهي ومسكينه كانت مزيانه مزيانه ماتت مظلومه ماتت وليدي مظلومه جارتنا وجارت الحليان 40 عام ديال 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 الجوره. انا جيت في المسيره من المسيره جيت يا عمرها دار الله يعمرها نقلع بقات فيا جارتي بقات ليها مسكينه تمنى ليها الجنه تمنى ليها الجنه تمنى ليها الجنه تمنى ليها الخير الله يرحمها ويوسع عليها الله يرحمها ويوسع عليها. السلام عليكم. انا من ساكنه درب السلطان وكنت من وحده المتاثرين من هذه السيده اللي مسكينه وقع على هذه الجريمه البشعه واللي ما تقدرش تتخيلها انها من الابن ديالها ماشي شي واحد براني. الابن كيحرض باه كينزل كيتعدى على امه البارح دلا واحد الجريمه شنعاء بزاف لانك ما تقدرش تشوف هذاك الشيء كيفاش قتلها واخا تكون غير برانيه ما يديرش لها بحال هكاك ما دابك انها مو بزاف اخويا هذا الشيء ولينا خايفين اخويا في الدرب السلطان. كيفاش وقع هذاك الشيء كيفاش وقع؟ نزاع ما بين العائلتين نزاع الدريش كيبان عليه اللي كيبان نورمال كيطلع عادي كيتحرك عادي هو بحال قلتي منعزل ما كيدوي لا مع دراري ما مصاحب لا مع دراري ما فهمتي الا شتي تتحلف عليه تقول الدري والله حتى هذا خاص سوق راسو. ما كنتش كنتوقع انه غيدير هادشي ما كنتش كنتوقع انه غيدير هادشي